السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكملين معاكم في السوق في كل التجارب في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات. كل ما تنزل سيارة جديدة أو كل ما يتغير الشكل، كل ما يتم تحديث موديلات عليها، أو أحيانا نفس السيارة بس يكون محرك 4 سلندر 6 سلندر توين توربو، بنحاول نجيبها. الفكرة ما هي دعاية. ناس كثير يقول لك دعاية، ما هي دعاية. دعاية يقول لك خذ السيارة حلوة لا تفوتك اشتري. عمري ما قلت تابع حتى اقول اشتري. احنا بنديكم مميزات وعيوب، بنقيس لك الاختبارات بكل الاجهزه اللي عندنا، وزدنا عليها كمان جهاز يقيس التكييف غير التسارع والفرامل والثبات والامور الثانيه دي كلها. بنجيب لكم اسعار الصيانه واسعار السياره كاش، وبنحط مميزات وعيوب. فهذه تجربه الله يسعدكم، مش اعلان، لانه ناس كثير خالطين مدخلين المواضيع على بعض، مخبط المويه على الزيت دخلوا على بعض. فلكن هي من باب دعابه معاكم وتوضيح. فمعنا اليوم الهافال جي تي، وحنشرح لكم عليه بزيادة. وكمان برضو تذكير كريم، الله يسعدكم، اللي حابب أي معلومات مقارنات أسعار تجارب عروض، إحنا بنوصل صوتكم، أو طلب تجارب سيارات، إحنا بنوصل صوتكم لكل جهة معنية على موقع ريبن درايف. ما شاء الله تبارك الله حول 11 مليون زائر يوميا. فالله يحييكم في موقع إحنا وموقعنا في خدمتكم. خليكم معنا. معنا اليوم هافال اتش 6، صورنا لكم اياه، بس اليوم اسمها هافال اتش 6 جي تي او اتش 6 جي تي. طيب اتش 6 ترند او فاشن او صرعه او موضه، عملتها بي ام دبليو، مرسيدس، بورشا، فعملوا الستايل اللي هو كروس اوفر او اس يو في كوب اهو. طيب جاءت شركة شانغان سي اس 85 والتوقيلة، وعندنا هنا الهافال اتش 6. خلينا نتكلم دول المنافسين الثلاثة او في فئة واحدة كصينيين، نتكلم حلو انه سيارة كروس اوفر او اس يو في كوب. طيب الان نفس مواصفات الهافال اتش 6 بالتفصيل الممل نفسها بالكامل، هي هنا. ايش الاختلافات؟ بما نفس الشاصية، طول الشاصية واحد، بس أبعاد السيارة، مقدمة السيارة، مؤخرة السيارة، أبعاد السيارة، طول عرض ارتفاع اختلفت، أكبر أوسع إلى حد ما، لكنه طول الشاصية واحد. الخلفية حنوريكم الشنطة، طبعا بحكم أنه السقف، إذا أستاذ مستر كاميرمان شرف معنا، بحكم أنه السقف نزل أخذ ستايل كوبي، أو عندنا جناح علوي عشان يعني زيادة الثبات، جناح بسموه هذا الجناح مرتفع من الخلف والمؤخرة مرتفعة، يسموه ديل البطة، فمؤخرة البطة أو ديل البطة عندنا مرتفعة. كل اللي صار معانا باختصار حجم الشنطة نزل من حوالي 592 لتر إلى 392 لتر، نزلنا حوالي 200 لتر، لكن إذا طبقت الشنطة صار عندك 1700 كسور، إذا عفوا طبقت الكراسي صار عندك حوالي 1700 كسور لتر. طيب الآن اللي خسرته السيارة هنا كسبته كستايل. مؤخرة السيارة شوية حاسسها زحمة، بمعنى يعني تلاحظوا كمية العلامات ما شاء الله، H6 GT 4 wheel drive هافال Great Wall Motor، تحسوا ما شاء الله في مسميات كثير مرة. في واحد كان طفشان وعنده كمية كروم كبيرة حابب يحطها هنا. الكربون لوك لايك كربون، يعني الديكور شوية الحلية حقتها موجودة هنا كمان. المرايات الخلفيه، عفوا الاضاءه الخلفيه، الاضاءه لا باس فيها، بس حاسس انه شويه، انا عن نفسي انا تسالوني يمكن شويه كثيره الاشياء. الشكمان عندنا هنا طبعا نفسه الديكور، زي ما شفنا في سيارات كثيره الشكمان شويه نوعا ما موجود ديكور ما هو فعلي. طيب ايش الهدف من الحكايه هذه؟ الصيني لما جاء قال لك سياراتي، ما قال لك شو عندنا، اليابانيين قالوا شيء، فولفو قالت شيء، بورشا قالت شيء، بمعنى اذا اخذناها على مستوى قاري قارات، الاوروبيين قال لك والله احنا الاداء العالي والثبات والسيفتي، الامريكان قال لك الفخامه والوسع والراحه، الياباني قال لك العملانيه وان كان شحيح شويه في المواصفات، الكوري جاء خلط من شويه اوروبي على شويه اسيوي. الصينيين كل السوق، الفكره في الهدف اللي بقولها
اللي بقوله في كلامي، كل تاجر أقول لك الزين عندي، الحلو عندي، بس بشكل مختلف أو بناحية تنافسية مختلفة، في زاوية مختلفة. الصين ما أقول لك إحنا عندنا أحسن سيارات، أقول لك لا، أنا أعطيك السيارات الفخمة بسعر رخيص، أعطيك المواصفات الفخمة اللي تلاقيها في السيارات الفخمة جدا بسعر رخيص. هذا كل اللي قاله. فاللي حابب يأخذ له سيارة، ما بقول بورشة، بس اللي حابب يأخذ له سيارة من السيارات اللي شكلها فخم الأوروبية بسعر معقول جدا بحوالي شاملة ضريبة 126,000 ريال، عندك هنا خيار، خصوصا اللي عامل حسابه على ساهر وماهر وعوانهم، وأنه ما حقدر أمشي بسرعة وما أنا محتاج الأداء بس أبغى الشكل. أو طبعا هذه السيارة زي ما قلنا، منافسة للشانجان السيس 85 للجيلي التوجيلة، فهي سعر 4 سندر 2 لتر 201 حصان، العزم زاد 5 نيوتن متر، 7 سرعات دبل كلتش ودفع رباعي. بطاقة الوقود ما هي موجودة هنا، لكن حنجيب لكم هي. التغيير الداخلي كان عندنا في كلم نفس الكراسي، لكن التغيير الداخلي كان في تلبيس الكراسي، حشوة الكراسي، كلمة جي تي في ظهر الكراسي، هذا التغيير اللي تم. زي ما قلت نفس الكراسي الله يسعدكم، بس انه طريقة التلبيس وتطريز كلمة جي تي هي اللي موجودة، اللي اختلفت شيء بسيط، لكن الكراسي واحدة. فعندنا الستايل اللي هو الكوبي SUV كوبي كروس اوفر، وعندنا الله يسعدكم الحلية الداخلية، الواجهة مختلفة، ابعاد السيارة اختلفت، وطبعا هنا السيارة عندنا حيكون صرفية البنزين اختلفت لانه السيارة هنا جاية دفع رباعي، الباقي كله واحد. في حوريكم حاجة ملاحظة بسيطة خارجية كده قبل ما ندخل للشرح الداخلي، ونروح نجري لكم السيارة في التسارع والثبات والفرامل، وزي ما قلنا في الإضافة الجديدة اللي عم ابتدينا نضيفها معنا من ضمن أجهزة الاختبار اللي هي قياس قوة التكييف. كفرات كوبر الرملية، كوبر رملية، ومقاس الكفرات 235 على 55 19، مقاس الجنوط كبير. شفت خارج المملكة كان تيجي سبويلر، الكاليبرات تيجي ملونة. طبعا من ضمن الحلية الاكسسوارات الشكل شوية الرياضي للسيارة، الجناح العلوي اللي فوق واللي تحت، وعندنا هنا برضو عاملين زي ايش شارك فين سبويلر جانبي لتمرير الهواء للخروج، فمدينا الشكل شوية حلو. فيها مواصفات دلع داخلية كثير، من كاميرات خروج مسار، تنبيه، هيد اب ديسبلاي، لمبات LED امامية خلفية، يعني جماعة اكرموها. وبصراحة الهيد اب ديسبلاي واحد من السيارات اللي شاركوا دائما اتمناها في سيارات كثير موجود عندنا هنا. فعملية انه بخلوا فيها في مواصفات ما بخلوا. ملاحظاتي كانت انا او ما بدي اقول انتقادات او ملاحظات انتقادات اشياء اتمناها، الكفرات حلوة مقاس 19، بس ما شاء الله مع البودي العريض كنت اتمنى الكفرات تطلع لبرة شوية عشان تدي السيارة شوية الشكل الماسكلر، يعني خصوصا حنوريكم هي بالكاميرا هنا. طيب شوفوا الكفر هنا وهنا لغاية هنا البودي فين، في مسافة هنا ابو صباعين وباينة اكتر في مسافة صباعين، اوكي، يعني اعتقد ان الشكل حيزيد الشكل الجمالي ويزيد ثبات السياره، وتحسن الفرامل كمان من عمليه الكفرات، بتكون شويه بارزه للخارج فالوزن بتوزع في الداخل اكثر. حنوريكم هي في الرفرف الخلفي اكثر الان، حتكون واضحه معانا. عفوا، اوكي، شوفوا هنا الله يسعدكم، اوكي، هناك كان صباعين، هنا في تقريبا كان 3 اصابع. ما بعيب في السيارة على قد ما بقول انه في نقاط تطوير وامكانية تحسين وتدي الشكل شوية الماسكولر، الشكل الرياضي اكتر. اتكلمنا على خلفية السيارة انه كان شوية زحمة في رأيي انا الخاص. مقدمة السيارة جميلة لكن المحرك 2 لتر، طيب المحرك هنا 2 لتر 201 حصان، بامانة كنت اتمنى يكون اداؤه شكل السيارة محفز، شكل السيارة حلو، كنت أتمنى يكون الأداء على الأقل 250 حصان، فهمتوا على كيف 280 270 حصان، كان برضو شوية يدي السيارة شوية الشكل، لكنه الجماعة نفس زي ما قلت نفس الهافالا الاتش 6 بالكامل، اللهم زادت هنا العزم 5 نيوتن متر، وأبعاد السيارة تحسنت مقارنة وشكل السيارة صار رياضي أكثر. أنا عن نفسي كحسن أو إن خيرت بين الاتش 6 الجي تي أو الاتش 6 الآي دي أنا أفضل الجي تي. ما حيكون عندي عفش كثير، يعني راجل سيدة شاب شابة أو اثنين في بداية مقتبل حياتهم في الزواج أو معهم أطفال، اثنين أطفال صغار، ما هو محتاج يحمل أوزان في الشنطة السيارة، أعتقد هذا خيار جدا جميل وجدا رائع مقارنة بالعادية الـ6 العادية. شكلها هنا أفخم وأجمل، وكنت أتمنى زي ما قلت أحسن أكثر. مقدمة السيارة زي ما احنا شايفين، عملية كمان الحلية اللي حطينا
كاربون فايبر لوك لايك. هنا هذه كمان يا ريتها كانت مفتوحه شويه للداخل عشان عمليه تبريد. فمن ناحيه التصميم معطيتك السعر الشكل العضلات مع شويه امور بسيطه هنا وهناك. عزل الصوت كمان عمليه زي ما كنا نشرح دائما انه عمليه المرايه مفصوله عن البودي فبتدي عزل الصوت. عندنا كمان هذه يعني اضاءه داخليه اضافيه. الجناح العلوي اضافه لذيذه على السياره. خلينا نشوف داخليه السياره الان الله يسعدكم. الكراسي الخلفيه ونطلع نعمل كمان ايش باقي الاختبارات الثانيه. طيب احنا الان الله يسعدكم في الكرسي الخلفي. مساحه الجلوس الخلفيه عندنا ما شاء الله هنا خمسة أصابع كاملة. والسقف على قد انه نازل منخفض لكنه ما شاء الله ما عندك اي مشكله كمساحه ارتفاع مسافه للراس. 5 أصابع ثانيه في وسع كافي في السياره. عمليه الكراسي جلد مخرم بشكل حلو عشان عمليه التبريد. الكراسي الاماميه فيها تسخين وتبريد. الخلفيه بس مخرمه برفوريتد. عندنا فتحتين للتكييف خلفي، فتحتين يو اس بي كمان للشاحن. والحلو كمان برغم انه سعر دفع رباعي لكن امكانيه اللي يسموها التانل هامب او المكان اللي يكون مرور عمود الكردان فيه للاسفل بيضايق الشخص اللي قاعد في الصف الثالث. ما هي موجوده هنا، ممكن تقعد 3 أشخاص، 2 كبار وشخص صغير، او 3 حجمهم كويس صغير يعني لحد ما هم كبار، او حجمي انا يعني انا قاعد هنا لو قاعد واحد ثالث كمان واحد او معانا في النص مع شويه ان الواحد لمم نفسه ممكن يمشي امورهم ما عندهم مشكله ابدا. فما شاء الله ما توقعت الوسع الخلفي هذا. زي ما قلت من ناحيه الفخامه ومواصفات الدلع السياره فيها اشياء كثير جدا جميله، وخصوصا اللي يبغى سياره شبابيه وما هو مركزها الناحيه الرياضيه. يعني عمليه 201 حصان او 325 نيوتن متر العزم حلو بس ما هو مركز على دار رياضي، فالسيارة لا بس فيها كمواصفات والشكل كنت أتمنى شوية ينزلوا منها ولو في المستقبل نسخة رياضية أكثر فوق 250 حصان أعتقد هيكون شيء جدا رائع. الشركات اللي مركزين على الدفع الرباعي في الصين شركتين، عندكم شركة جريت وول هافال هنا وعندكم شركة ماكسس. دول تلاقوا ما شاء الله التركيز عندهم على السيارات الدفع الرباعي على يعني منافس مقارنة بأي شركات تانية صينية. الاثنين دول في القمة. طيب احنا الان داخل السيارة عندنا شاشتين زي ما نفس الـ H6 10 ربع 12.3. خلينا نخفض التكييف شوية. التكييف اشتغل من الزرير السفلية. عندنا عندنا طبعا تحكم في الشاشة هيد اب ديسبلاي. كل المعلومات الكاملة اللي تبغاها موجودة قدامك. وزي ما قلنا هي الهافال الـ H6 بالملي بالمسطرة مع تغييرات بسيطة هنا وهناك. عملية حتى التحكم في الهيد اب ديسبلاي تكون موجودة من هنا. تبريد الكراسي وتسخينها موجود عندنا هنا. ف يعني كل اللي تبغاه موجود، معلومات كاملة موجودة عندك هنا. اهو سيتس اوكي. وبعدين عندنا هنا تهوئة او تسخين موجود، وكل انواع الحساسات السلامة والمناطق العمياء، الارباقات كاملة امامية خلفية، الاوتو باركينج توقف نفسها بنفسها، الهيد اب ديسبلاي طبعا مو انتقاسي قدر الستات، بس اعتقد انه كستات او اي احد مقبل على السواقة الجديد ان كان شاب او شابة حيكون غير. البعض يعتبرها عيب في حقه، كيف انا يا اخي مو عيب حط لك تقنية تساعدك، فما هو الموضوع ابدا عيب ولا مو عيب. التقنيات بتساعد. اللي تعلمه طبعا بطريقة صعبة يمكن زمان احنا تعلمنا، لا كان في حساسات ولا كان في كاميرات ولا شيء، خلاص عد علينا كل شيء. بس الزمن بيختلف، الزمن بيحط لك تقنيات كثيرة عشان تساعدك وهذا الهدف منها. حتى عملية هنا يديك تنبيه اذا عندنا زي ما قلنا شاحن الجوال وايرلس، عندنا الابل كار بلاي بس ما هو وايرلس بسلك، وعندنا الله يسعدك التنبيه انه لو قلت قيادة لمسافات طويلة انك توقف شوية تريح تاخذ لك كوب قهوة موجود عندنا كل شيء. هذا باختصار جدا مفيد. خلينا نعمل التسارع السيارة ونشوف اداءها الان.
الان رصيدكم السرعه وصلنا 148.2 من 0 ل 100 من 0 ل 60 جابتها في 4.11 و 38 متر تقريبا عفوا، من 0 ل 100 في 9.01 ثانيه في 151 متر. زي ما قلت السياره اداها حلو لكن شويه لو احصنه اضافيه ما ضر ابدا يعني. حطينا الحراره درجه البروده على 20 في التكييف زي ما احنا شايفين انها هي 20 اوكي اهو التكييف ما شاء الله تبارك الله بيبرد. هذا در اختبار التكييف. شو يا جماعه الخير العزل بين 64.7 الى جابت معنا 68 يعني خلينا نقول لها نتكلم على دف رباعي كفرات عريضة خلينا نتكلم على 64.7 تقريبا. طبعا الرقم بيطلع ينزل حسب السرعة لكن السرعة اللي مقيس عليها دائما داخل البلد على سرعة 90 كيلو هذا الستاندرد المعيار اللي احنا نقيس عليه دائما مش 80 السرعة اللي داخل البلد ولا فبياخدوا رقم وسط 90. طبعا عندنا حساسات خروج المسار الضغط الهواء الكفرات الهيد اب ديسبلاي تغير شكله مع الوضعيات القياده. اليوم في شويه هواء اعلى من المعتاد شويه لكنه بشكل عام هذا اداء السياره. حنحاول نجيب لكم طبعا سعر السياره برقصات كمان نحط لكم هو نحط لكم الصيانه وباقي التفاصيل كامله. سياره اي نعم دف رباعي بس ما هي مع خلوص السيارة منخفض شكلها جاية سبور أكثر من إنها سيارة دف رباعي بس. فنراكم على خير إن شاء الله. أتمنى تكون ناسبتكم التجربة وشكرا لكم لحضوركم الكريم. مع السلامة.